السلام عليكم، معكم هاشم. اليوم عندنا مراجعة لنظام الريلمي إصدار الواجهة طبعا 4.0 مع إصدار الأندرويد هو 13. طبعا هذا النظام راح يقدم لك هواي مميزات وأيضا وهواي شغلات إضافية بأندرويد 13، منها الخدمات الإضافية وأيضا منها إصدار واجهة النظام هي 4.0. طبعا هذا النظام هو مستخرج من الريلمي جي تي نيو 2، وأكيد طبعا تم اختباره وتثبيته على الجهاز المي 10 تي، وأيضا تم اختباره على جهاز النوت 10 برو من شاومي. وأكيد هنا طبعا المشكلة الوحيدة هي الصرف البطارية، فبهذا النظام طبعا صرف البطارية بشكل طبيعي. نفتح الكاميرا مثل ما تشوفون هسه الكاميرا اشتغلت ما بي أي مشكلة، فقط جاي تطلب من عندنا إذونات، نعطي موافق وراح تختار هنا الوضع عندك معدل وأيضا وضع طبيعي. مثل ما تشوفون الكاميرا تشتغل ما بي أي مشكلة، الكاميرا الواسعة وأيضا الزوم يشتغل ما بي أي مشكلة. طبعا هذا النظام مال واجهة ريلمي وواجهة النظام الخاصة بالكلار أو إس طبعا تطابق بشكل مو طبيعي، يعني ماكو بيهن أي اختلاف، خاصة إذا كان عندك الروم بالنسخة الصينية ما بي أي اختلاف. وهسه مثل ما تشوفون لوحة التحكم الخاصة بهذا النظام نفسيته هي موجودة على الكلار أو إس 13. المهم فهذا النظام طبعا راح يقدم لك اداء وايضا سرعة وايضا ثبات بالنظام بشكل مو طبيعي. واكيد هنا طبعا البوبجي راح تشتغل لك على 90 فريم لان الجهاز هنا يدعم 144، وايضا هرتزية الشاشة هنا راح تجي 144 هرتز، فكل شيء عندك هنا لوز واي لعبة راح تدعم لك فوق 90 راح يدعمها الجهاز بدون اي مشاكل. وهسه مثل ما تشوفون عندنا الملفات ايضا كلها تشتغل مال الملفات ريلمي، وايضا الثيمات الخاصة بجهاز ريلمي اي شي تقدر هنا تنزله وتثبته على الجهاز بدون اي مشاكل، ايضا تقدر تغير الخطوط، فكل شي بهذا النظام تقدر تعدله وتقدر تغيره حسب ما انت تريد. وطبعا بهذا النظام تم اصلاح مشكلة الجهاز ما يشتغل عندك يعني بالرفع او بالنقر مرتين، تقدر تفعلهن وتقدر تستمتع بهذا النظام ما بي اي مشكلة، تقدر عن طريق النقرتين او من ترفع الجهاز راح يشتغل عندك. طبعا بهذا النظام تم اصلاح جميع المشاكل اللي كانت موجودة بذاك النظام القبله مال الكلر او اس. وهنا راح تقدر تغير طبعا الايقونات، اي ايقونات تريدها الخاصة بالتطبيقات تقدر تغيرن كلهن، وايضا الالوان وايضا الخطوط، وايضا عندك السمات وشاشة القفل هم تقدر تغيرهن بدون اي مشاكل، لان هذا النظام هو تقريبا نظام مستقر فما واجهت به يعني مشاكل هواية مثل ما واجهت مشاكل بنظام الكلر او اس. طبعا استخدمته لاكثر من يوم ما بي اي مشكلة النظام، طبعا استخدمت استخدام مكثف حتى اعرف المشاكل الموجودة بهذا النظام. فايضا هنا عندك سنسرات الاتصال وايضا سنسرات البطارية كلهن يشتغلن بدون اي مشاكل، عكس نظام الكلر او اس كان به هواي مشاكل بالجهاز لان ما هو متعرف على الجهاز بشكل كامل. فهنا طبعا هذا النظام الى هو حد ما يعني تقريبا شبه رسمي، يعني من راح تدخل على التحديثات راح يقلك اكو تحديث موجود، لان يعني هذا التحديث طبعا هو نازل لجهاز الريلمي جي تي نيو 2 برو. مثل ما تشوفون هذا التحديث نازل للجهاز يقلك نزل وحدث جهازك، فاكيد هنا انت لازم ما تنزل هذا النظام، لان يعني هذا النظام يختلف عن هذا النظام الموجود بهذا الجهاز، لان يعني هذا النظام تم تعدينه وتم تطويره على هذا الجهاز ايضا حسب مقاسات الشاشة وايضا السنسرات وكل شيء، يعني فما يصير تحدث هذا النظام الى احدث اصدار لان ما راح يتوافق ويا هذا الجهاز. وهاي كانت تجربتي ويا هذا النظام الخاص باجهزة ريلمي. طبعا النظام سلس وسريع ما بي اي مشاكل، كل شيء يشتغل بصورة طبيعية، كلهن شغالات 100% مع بعض الاخطاء الموجودة طبعا اكيد بهذا النظام، لان ماكو نظام ما يخلى من الاخطاء، لكن هنا اجت الاخطاء يعني بشكل بسيط مو نفس الاخطاء الموجودة على ذاك النظام اللي جربته اخر مرة. طبعا ولا هنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسون باللايك والاشتراك في القناة. كان معكم هاشم، الى اللقاء في فيديوهات اخرى.